ثلاثة أيام يعني تعبنا فيها طبعاً، رالي مش سهل مثل الراليات الثانية، رالي وايد صعب. الحمد لله كان استراتيجيتنا إن إحنا يعني نخلص الثالث، كان طموحنا نخلص الثاني أو الثالث. الحمد لله رب العالمين خلصنا المركز الأول. والمشاكل اللي صارت لنا مشاكل طبعا اليوم الصبح في مشكله في الفيول وعالجنا المشكله وخلصنا والحمد لله رب العالمين. اكيد هي تذكرني برالي قبرص 2014 لما حققت المركز الثالث، فتاخذ بوديوم في رالي الاردن شيء مو بسهل، يعني كانوا منافسين الاردنيين وكنت كل ما اخلص مرحله كان يقول لي يعني انت لازم تضغط علينا. فالحمد لله رب العالمين خلصنا المركز الثالث والاول جروب 1 وتصدرنا بطوله الشرق الاوسط مجموعه.